بعد إتمام عام ثان مليء بالإنجازات والتحديات، أقام المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة ضمن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان أمسية رحلة حياة بحضور السيدة الأولى اسماء الأسد، أحيتها جوقة الفرح، وذلك على خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون. المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة افتتح في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق عام 2021، وقالت السيدة اسماء الأسد عند افتتاحه إنه يشكل أملا جديدا للأطفال وأهاليهم وأفقا جديدا لعلاج السرطان في سوريا، خاصة أن المركز استطاع أن يطابق أعلى المعايير التي تضمن سلامة الطفل، ونجح عمليات الزرع بمعنى آخر هي الحد الفاصل بين الحياة والموت. رئيس اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة أرمو العظمى لفتت إلى أن المركز سيتيح للأطفال المصابين بأمراض الدم الوراثية وأمراض نقص المناعة الخلقية والأمراض الاستقلابية الخلقية والوراثية وسرطان الدم وبعض أنواع السرطانات الصلبة فرصة للشفاء وعيش حياة طبيعية. كنا بإعادة صيانة كل التقنيات الميكانيكية اللي بتضمن النقاوة التامة لهواء غرف العزل بما يحفظ سلامة المريض وحمايته من الإنتانات. طبعا نحن هلأ بصدد إنشاء بنك خلايا جذعية للمتبرعين ودم الحبل السري، لحتى إذا ما التقى متبرع من العائلة نقدر نلاقي له للمريض عبر هالبنوك هي. عندما أفكر بأن العالم كله حاول أن يدمر سوريا وفعل ما فعل مما لم يحدث في التاريخ أبدا، وأرى أطفال جوقة الفرح وهم نموذج من أطفال سوريا يغنون بمثل هذه الحيوية وهذه الثقة والفرح، أقول في وجه الدنيا سوريا بخير. زرع الخلايا الجذعية عم يحقق نسبة نجاح كبيرة لشفاء الأطفال والبالغين المصابين بالسرطان، وحاليا مثل ما احنا شايفين اليوم الاحتفالات اللي نحن فيها عم نحتفل بنجاح 25 حالة لزرع خلايا جذعية عند الأطفال. طبعا هذا الشيء هو نقلة نوعية باختصاص أمراض الدم والأورام بسوريا، وكمان نقلة نوعية لحياة الأطفال. رعاية كاملة. أنا أمو لمرتضى كنيار، أول طفل زرع خلايا جذعية بالمركز. الحمد لله تمت كلها على خير وكلها بأحسن إدارة يعني كانت، ونشكر من البداية من السيدة الأولى اللي هي اللي كانت الأساس يعني داعمة لهذا المشروع الإنجاز العظيم يعني، وخاصياً اللي احنا بهذا الوضع الراهن اللي احنا الموجودين فيه يعني بسوريا. شكراً كثير لكم ولأعادكم الصحية مع محافظتكم ومع الكادر الصحي ومع السيد بشار الأسد والسيد الأولى، وشكراً كثير لكم ولأعادكم. تعلمنا الصبر وعدم الاستسلام بوجه المرض، كونوا قوايا وما يستسلموا أبداً، ويضلوا عم يتابعوا العلاج.